أكيد طبعاً. أول ما مصاب السكري يتلقى خبر أن أصيب بالسكر يكون نفس الجبل اللي نزل عليه. داء السكري من النوع الثاني هو الأكثر انتشاراً في العالم، لكن إيهاب مصاب بالنوع الأول منه، وهو الذي يصيب الأطفال والمراهقين. حسيت بقلق من اللي ممكن يصير في المستقبل. هل هاي الداء بيكون له تبعات في المستقبل؟ شلون بيأثر على مستقبلي المهني؟ خاصة أنا كنت طالب في الجامعة وقتها، ما كنت متوظف، فهل هاي بيأثر على مستواي الاجتماعي المهني؟ بتكون في البداية فترة صعبة، هي فترة التغيير، لكن مع الوقت مع الأيام الواحد يبتدي ياخذ الداء كنمط حياة جديد. هاي يعتبر حلم بالنسبة لي، هل بي يوم من الأيام بيعيش حياته بدون ما ياخذ أنسولين؟ قد يكون العلماء على وشك منح إيهاب وبقية المصابين بهذا النوع من السكري، وعددهم أكثر من 9 ملايين شخصاً في العالم، أملاً بالحصول على حياة أسهل، أملاً بالشفاء. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت قصة رجل يعتقد أنه أول شخص في العالم يعالج من النوع الأول من هذا الداء. اسمه براين شيلتون، وكان ساعي بريد واضطر بسبب مرضه للتقاعد المبكر. جئت إلى هذه العيادة جنوب لندن لأفهم أكثر عن هذا الموضوع. نتيجة لهذا الخلل بجوز سببه فيروسي، بجوز سببه غير معروف لنا. جسم الإنسان بيشكل مضادات حيوية بتروح للبنكرياس وبتعمل تخريب لخلايا اللي هي بتنتج الإنسولين عند الإنسان. العلاج الوحيد في الوقت الحاضر للسكريين من النوع الأول هو الإنسولين، وبعض الأحيان نعطي معه دواء سكري عن طريق الفم. حالياً الأخبار الجيدة جداً واللي فيها أمل كبير لمرضى السكري وخاصة من النوع الأول هي زرع الخلايا الجذعية. ممكن تتاخذ من الدم، من الجلد، من الكبد، وتتعامل بطريقة معينة بالمعمل وتنتج خلايا مشابهة للخلايا اللي بنتجها البنكرياس اللي اسمها البيتا سيلز، وبتعطي إنسولين. المريض أخذ الجرعة من 90 يوم، فما بنعرف وجود الجرعة ل6 شهور أو ل9 شهور إيش رح تكون المضاعفات، هل رح تكون مفيدة، هل جرعة الإنسولين اللي هو بياخدها رح تزيد مع الوقت، هل حتكون في اختلاطات مناعية تظهر عنده، فكلها أسئلة لازم تتوضح، لكن ما رح تتوضح إلا مع الوقت. المحسون، BBC.